مرحبا أصدقائي، يلا نلعب. اليوم جناك فيديو جديد، هو عبارة عن تحدي أكبر صناديق هدايا في العالم. مرحبا، كيفكم يا حلوين؟ اليوم بكون تحدي أكبر صناديق، هو تحدي يعني غامض في العالم، هو حظ. يعني في صناديق فارغة؟ أيوة. لا ما في، في صندوق واحد أظن فاضي. أنا عملت لهم هذه الصناديق، شوفوا واحد اثنين، عملت لهم إياها عشان تكون أكبر ستة. إيش أكبر لعبة حظ بالعالم؟ اللي هو لعبة إيش؟ الصناديق الحظ. يلا هلا قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا لايك شير سبسكرايب. يلا أول واحد هيبدأ عندنا يحيى. طبعا وصلوا هذا الفيديو لا 2000 لايك، وإذا بدكم جزء ثاني من هذا الفيديو اكتبوا لنا بالتعليقات. ويلا يا يحيى، أنا هاخذ بوكس هيك، أنا هاخذ بوكس بالمقص. يعني هو بتقدر تخبط راسه، أنا جبت لكم مقص عشان أسهل. أخبط في إيدك عادي. يلا افتح خلص، اقطع طول، طلع الهديه. انت متحالف يا بنت، اقطع الورقه. دفتر وقلم. كيف؟ حلو. كيف الهديه؟ حلو. ورجيهم هاي. افتحها. اول هديه عندنا طلعت ليحيى دفتر وقلم. دفتر وقلم سمايلي. افتح ورجينا دفتر وقلم. هي طبع. هذه أكثر من حاجة. طبع. وهي القلم. هذه نوتة. بضوي. نوتة هذه. يلا. حمزاني. هلا نشوف. سمايس. دورك. اسمعي يلا اختار. إيش هتختار؟ رقم كم وربع كم؟ يربي طبعا هذه. إيش؟ كله على خمسة. لا ايش صندوق فيه صلصال كتير. صندوق ايش؟ واو، هذا عنده العاب. لا ورجينا هات الصلصال، شوفوا كيف يا كل الوان الصلصال البرح حلوة. طبعا انا جبت لك اياه من نوع كويس، عشان طبعا جبته ده اللي هيطلع له من نوع الكويس عشان ينبسط عليه ويقدر ايش بس طلعت من حظي. يلا يا رهف دورك. يا رب افتح الخمسة يا رب. افتحي. والله طلعت لبنات، والله العظيم اني انا ناسية. والله العظيم اني ناسية ايش حطيت في الصناديق. طلع يا رهف بنات، كويس انه ما طلع الاسماعيل، كويس انه ما طلع. كيف يا رهف حلوه اللي طلعت؟ ابدا ابدا اضلي لابسها عشان حلو. ايوه تعال نوسع نرجع كمان. عجباني كبيره فيها عغل. هذا يمكن ارنب. أيوة. او بس يلا هلا دور يحيى نشوف ايش هيطلع له الحظ. خلينا اكمل الخمسه. ايوه كمل الخمسات نشوف ايش هيطلع لك. نشوف ايش هيطلع له. افتحها شوف. ثاني مرة تفتحوا الورقة بشويش عشان ما تفتح الساعة. كيف نفسك بساعة؟ والله عندي ساعة. شفت؟ طلعت له يحيى الساعة. ومن النوع هذا؟ انتوا عارفينه اكيد في منه بلايز بوت وكل شيء. شوف. وجبلي. طبعا انا جبت الساعة وتمنيت انها تطلع على يحيى او ايش اسماعيل، بس ليحيى اكثر، تمنيت انها تطلع على يحيى. كيف يحيى؟ يعني عجبك ولا لا؟ حطها دوري. هيك حلوة. انبسطت ولا لا؟ البسها. يلا يا سمعة. لا افتح بعد عشان ما تفتح اللي وراها. واو ايش طلع يا سمعة؟ لا 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 خلص. هيك واحدة واحدة. شغل الرياضيات. هذه زي اللي اشتريناها هذيك المرة. ورجيهم ايش طلع لك؟ هيها. هي من هون نشكل منها. ايوه طلع له اشكال مكعبات، المهم حاجة تركيب. المهم اشكال هندسية. يلا يا انا طلع لي حاجات حلوه. رهف اربعه. شوف رهف ايش يطلع لك. واو رهف لا ايش هذا؟ والله العظيم انه طلع لهم حظهم حلو. والله العظيم هم ما بيعرفوا. حلو؟ حرف الراء عجبك عشان تحطيه على تسريحتك. يلا نشوف يحيى. راء كمان. ايوه راء. انت عاملاها؟ لا يا خالتي اشتريتها اليوم. طب اشتريتيها لإلي عشان حظي؟ ايوه اشتريتها عشان لو طلعت لك تاخذيها. يلا دورك يا يحيى. طلعت لي والله حظي. يلا كل يا بنات. يلا يا بسم الله. سته.
واحدة واحدة. هذه أنا عملتها زي كأنها مو هدية. شوف ايش طلعت له، محفظة على شكل زرافة. هدية لك كمان. أعطيني إياها. هي محفظة على شكل زرافة. والله حلوة. وريني إياها. عجبتني. عجبتني أنا. خليها تحيا. يلا يا سمعة دورك. دوري. شوف كيف الساعة. لا يحيى كل شيء. لا هي طلع له كل العظيم. طلع له ايش؟ رمل سحري. رمل. هي طلع لي رمل سحري. طلع لي كل انواع الصلاة. العاب. يلا يا عبد الله. يا رهوفة. مش عارف كيف البسها. انا اصلا كسكسي. يلا بسم الله. وسع يا اسماعيل الى هي. فاضي. طبعا لا لا مو فاضي. طبعا. ايش طلع لك؟ وضفت الراسي انا جبتها قلت بدي اجيبها حاجه تليق للاولاد والبنات. لفيها وجينا. هي طوبة. طوبة؟ طوبة عبو. وهي سكرات يعني سكرات تبعت ابو. يلا يا يحيى. يلا بسم الله. سمعها اربع لتر. يعطيني واحدة طبعا يحيى هذا يحيى حبيبي صح؟ خذوا لي القرد كمان محفظة الايش؟ انا عجبتني القرد دورك يا سعيد استني استني يا رب طلع له محفظة القرد يلا يلا عجبوني عجبوني كل واحد يحط اشياء اللي تعرفها انا بس كمان وردة وردة يلا يا ما بعرف انا ناسية بحبك انتوتي هاي انا حطيتها كانها مو هدايا يلا اسماعيل طلعت له ايش المحفظه حمار من هذا المهم من فصيله ابوه يعني يلا يا رهوفه وسع يحيى نشوف رهوفه شو بتختار لا لا بالمقص احنا قلنا بعدين نكمل الوان طلع لها الوان فلوماستر يا رب حلوة حلوة صح؟ على فكرة طلع لي الآن هالفلمستر عشان أدوات مكتبية صح؟ شو بحظك حلو ودول هذه بتحطها على المكتبة مزهرية صحيح يلا يا يحيى بسم الله بسم الله أربعة أزرق شعرنا كمان عربة واو لا واو واو لفيها ساعة كمان يحيى مالك كمان في ألم نفس الألم نفس الألم في نفس الألم بس إله أربع ألوان ورجيهم أول ورجيهم هاي هيها بس أبو أربع ألوان إيش مالك أنت عن ساعة ألم يلا افتحوا الدنيا أكثر شيء عجبتني هذا أنا بحب الأشياء الصغيرة والحلوة والكيوتة أنا بعت هذه لسلومة أنا أكثر حاجة الساعة هذه لسلومة أكثر حاجة عجبتني هذه حظي حلو بس حظك حلو ولا حد طلع له لحتى الان الفاضي هاي استكرات ورجيهم هاي استكرات وهي الساعه والقلم يلا دور اسماعيل دور اسماعيل ورجيهم ورجيهم ايش طلع له ايه اللعبه ورجيهم اول هيها هذه بتمس ما هي بتموت افتحها ورجيهم يلا دورك يا رهب افتحي بديها لكينان اسمع لك ورجيها ورجيو بديها لكينان لا اعمليها تنشوف يلا لا فيها كده تطلع كيف تنس لا هيك شوفوا اضغطوها هيك ايوه المهم ورجيهم المهم الها طريقه ورجيهم يا رفات هاتي ورجيها تعطيها لكينان سياره على شكل ايش؟ سيارة على شكل ديناصور تمساح انا شايفه لا ديناصور 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 عشان عنده هيك ايش صاير انا مشاركتش من هذا يلا وهذا وهذا شامبو وامبو اطلع برا يلي جنبه مين جنبه هذا؟ اطلع هذا جنبه ايش؟ هذا جنبه هذا جنبه انا والله ماني متذكرة لا 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 لا
مليان كراكيس، انا ما بحبش الكراكيس زي هيك. شوفوا الدنيا زي هيك، هاي تختار زي هيك وقلم ودفتر. يا ستيكرز، هاي ستيكرز، هاي دفتر وستيكرز. ستيكرز يلا هيا طلع على لا يحيى، حطي عند يحيى. يلا شوفي رهف ايش يطلع لك. لا دوري. يلا يا يلا دوري. افتح يا هذا شو؟ ايوه بالمرجع انه في شوكولاته كمان. يلا افتحها واعطيك واحد شوكولاته. يلا هلا اخر صندوق لرهف الفاضي. اخر صندوق هو الفاضي. يعني هو طلع بختي. معلش يا رهف، هذا حظ كل واحد فيكم. كيف الهدايا؟ كيف الهدايا؟ عجبتكم الهدايا ولا لا؟ والله انا عجبتني. كل واحد ورجينا هدايا. اكثر شيء عجبني يا رهوف، عرضينا ايش طلع لك؟ هاي سيارة. هديها لك يعني ولاد. كم حاجة طلعت لك انت؟ 5. والطوق وايش كمان؟ هذا والطوق وقلم هالوماستر والالوان فلوماستر وحرف الار وايش كمان؟ والستيكرز. ويحيى اغراضه قلم. هذا لا هذا مو طلع لك الثلاث اقلام. الثلاث اقلام كل اللي من معها طلع على يحيى. الساعة والساعة والستيكرات تبع كل شيء. ايوه هاي اللي بنطاقة هاي وهذول تبعون ايش الفلوس يعني. واسمعي طلع له كل الالعاب اللي انا حطيتها. طلع لي من التيم. انا طلع لي كل الالعاب، طلع لي اول شماغ. اسمعي احلى حظ اليوم مات. صح يا سمعه؟ عشان اسحب فيه استفيد. ورجينا. ايوه عندي هذا الرمل السحري. وهذه المكعبات. وهذه البطمط. بطمط. واخر حاجه الدزدان والصلصال. احلى حظ مين؟ اسماعيل. طبعا انتم اكتبوا لنا بالتعليقات مين احلى واحد طلعوا الاغراض. وكذا احنا نكون خلصنا فيديو اليوم. ولو انتم عجبكم هذا النوع من الفيديوهات اكتبوا لنا بالتعليقات عشان نعمل جزء ثاني وثالث ورابع وكل حاجه، وبالسلايم وبالاكل وبكل حاجه. صح؟ اعمل لكم كل حاجه بهذا بصناديق الحظ. طيب؟ وكده ممكن ايش؟ خلصنا الفيديو اليوم، لا تنسوا تضغطوا لايك شير سبسكرايب. مع السلامة، نشوفكم في الفيديو الجاي. مع السلامة.